السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نيجي نبص على الأخطاء في ملف الريفت من خلال مانج وورنينج، ساعات بتلاقي في بعض الأخطاء غير حقيقية، يعني أخطاء وهمية زي الدبلكيت مارك. ساعات بيبقى في مكانتين ليهم نفس الرقم أو المارك، بينما هما مكانتين مختلفتين في غرفتين مختلفتين. ففي أداة موجودة اسمها ريموف دبلكيت مارك وورنينج، تقدر تحل المشكلة ديت مادام هو خطأ او وورنينج غير حقيقي، فهو بيقوم بإلغاء الخطأ دوت. بقول له كل الفاميلي، اقول سيلكت فاميليز، ولا فقط اللودابل، الحاجات اللي هي متحملة في قلب المشروع. يعني الفاميلي اللي هي معمولة في قلب المشروع بيتجاهلها، هو بيركز على اللودابل فاميلي بس. وست ذا مارك فاليو، هيمسح الفاليو ولا يديها رقم اخر؟ الافضل طبعا يديها رقم اخر وتقول له اوكي، فهو يبدا يتعامل مع الفاميلي ديت.